فوز تاريخي للمنتخب العراقي على المنتخب الياباني في كأس آسيا 2023 المقامة حاليا في الدوحة. بدأنا يومنا بان احنا رحنا بدري شوية علشان نشوف الجماهير ونشوف توقعاتها. وصلنا استاد المدينة التعليمية اللي أقيمت عليه المباراة، وكان الدخول سهل جدا وبسيط، والأمور كانت مميزة بشكل كبير جدا، وكان فيه ثقة كبيرة جدا عند الجمهور العراقي ان هو يقدر يفوز. خلينا ناخدكم معانا في الفيديو ده علشان نوصف لكم ايه اللي حصل في ماتش العراق واليابان في كأس آسيا. ودخلنا في اجواء المباراة سريعا، وده كان النشيد الوطني للعراق. كمان ايمن حسين دخلنا في اجواء المباراه بسرعه وسجل الفرحه العراقيه الاولى. وهنا كنا بنصور الفرق بين البث التلفزيوني واللايف من الملعب، لحد ما اتفاجئنا ان احنا صورنا الهدف الثاني للمنتخب العراقي. وطبعا جنون فرحة الهدف الثاني ما كانتش تقل على الهدف الاول، بالعكس كانت اكتر جنون. وهنا كان الجمهور العراقي مبسوط ومستأنس. واحنا بنكتشف مكان تواجد الاعلاميين شفنا كابتن خليل بروشي بيعلق على المباراه، وصادفنا ان هو كان بيعلق وقتها على هدف المنتخب الياباني في الوقت البدل. تخسر من خلال احداثيات المواجهه هنا في هذا اللقاء، وبالتالي خسائر اليابان دائما ومعاناتها امام المنتخبات العربيه. وسجلت اليابان، سجلت اليابان الان في الوقت بدل الضايع من احداث شوط المباراه الثاني في اللحظات التي نتحدث فيها عن اخر خسائر اليابان. لا يستسلم هذا المنتخب، لا يغني الدين ابدا. هنا الاخوه والكره الشرعيه تاتي عن طريق القائد هندو. وطبعا فخر الثواني دكه البدلاء للمنتخب العراقي كانت هتتجنن وعايزه الحكم يصفر، ودي كانت لحظه الفرحه بالفوز على المنتخب الياباني.
العراقي فايز، وما نشوفش السفاح يونس محمود يحتفل وينتصر مع مسؤولي اتحاد كرة القدم العراقي. هنا اقدر اسيبكم مع تصريحات اللاعبين بعد المباراه. الحمد لله والشكر، مبروك للشعب العراقي، مبروك الجمهور اللي حضر في الملعب واللي متواجد في العراق. اكيد انت فزت على منتخب مرشح لينال لقب البطوله هذه السنه، ومنتخب على مستوى عالمي 12 او 13 مباراه الاخيره ما دام بالخساره. هذا يجي من جهد اللاعبين وتكاتفهم والروح الفريق المتواجده. 26 لاعب موجود حاسس بالمسؤولية، كل مركز كل ما يريده من عندنا الكادر التدريبي، ومن إن شاء الله يكون عند حسن ظنكم لأن المسؤولية صح. هذا الانتصار رفع سقف الطموحات؟ أكيد رفع سقف الطموحات، لكن أتمنى دعمكم هذه بطولة، هذه بطولة بطولة تجمعية، ممكن نروح بعيد، ممكن لا سامح الله أن نكون جزئيات بسيطة أن نشوف نفسه خارج البطولة. فأتمنى أن الجمهور دعم الفريق لآخر لحظة. شكرا. قدمنا كل ما عدنا من أجل العراق، لأن العراق يستحق. إذا الجمهور اليوم كان هذا كانت طول المباراة وذا بالعراق، يعني الحمد لله قدرنا نفرحهم ونقدم كل ما عدنا. توعدون الجماهير؟ توعدون جماهيركم ان شاء الله نعيد امجادات 2007 لان هاي الفرحه يستاهلوها العراق. عازمين على الوصول للنهايه خلاص؟ اكيد نجيب الكاس. الرحمن الرحيم، مبروك كل الشعب العراقي وكل جماهيرنا اللي حضرت المباراة. أنا أشوف أنه الفريق العراقي قدم مباراة كبيرة أمام فريق كبير يقدر يتغلب على أقوى الفرق الأوروبية والفرق العربية، لذلك أنا أشوف أنه إنجاز بحد ذاته يتغلب على الفريق الياباني. علينا أنه ننسى مباراة اليابان ونقدر عدة في سبيل نطلع بصورة طيبة أمام فيتنام ونكون متصدرين المجموعة. هل التفوق على المنتخب الياباني يزيد من حظوظك من نيل اللقب الثاني بتاريخك؟ انا بصراحه انا اتكلم شخصيا واتكلم عن زملائي اللاعبين بالنيابه عنهم، انا اشوف انه اللقب كثير بعيد بالنسبه للفريق العراقي. علينا انهم مركزين في مباراه فيتنام، نتاهل اول مجموعه، بعدها عندنا دور 16 ودور 8 ودور 4 في سبيل نقدر نوصل للنهائي. شكرا لك.